اهلا وسهلا بالاستاذ عمار يوسف حمود المحترم بين اهله وناسه عشيره البجواري وخاصه فخذ البحربي، وحياه الله بين عمامه واهله. واحنا مدينين للاستاذ عمار كفى ووفى لقضاء الضلوعيه وكل الهلبي. نعم الاستاذ عمار يوسف يستاهل الالتفاف العشائري. عمار يوسف قدم خدمات كثيره للمنطقه وقائد شجاع، سبق وأن قلت قائد شجاع وقائد ميداني. وحقيقة يقال بأنه السلطة تصنع الرجال، بالعكس الأستاذ عمار يوسف هو صنع السلطة في صلاح الدين. احنا نعتز به ونفتخر به وحياه الله وألف. باسمي وباسم عشرة البجواري وباسم الحضور كلها نرحب بالأستاذ عمار يوسف حمود السامرائي، ألا وهو شرف عظيم أن نحظى برعايته في منطقة الضلوعية بعد غياب دام 5 سنوات. وتذكر له منطقة الضلوعية مواقف العز والكرامة، لأنه ابن بار إلى منطقة الضلوعية وإنسان متلهم بالأخلاق العالية، ولا ساوم ولا أبدأ بدأ آراء بشرف وأمانة وأدى ما امتلكه من قدرة إلى منطقة الضلوعية. يعز علينا أنه فقدنا فترة 5 سنوات على يد الطغاة الظالمين الذين انتهزوا فرصة على طعنه بظهره، وهذا ما أعز أنه أعاده الله على منطقة الضلوعية، لأنه على نزاهته وأخلاقه وكرمه، لكونه من عائلة عريقة ومن عائلة مفتوحة، وبدأ خدمة إلى الضلوعية بأشكال عديدة من الخدمات والتعيينات، وموقف إلى الضلوعية وإلى بصمة بالتاريخ على منطقة الضلوعية من ناحية السكان ومن ناحية العون ومن ناحية المساعدة. الأستاذ عمار يوسف حمود هو ابن منطقة الضلوعية وترعرع في منطقة الضلوعية بأخلاق عالية، وهو من عائلة عريقة مفتوحة ومعروف لدى الكل أنه من إنسان نزيه، إنسان مفضل على غيره من كل الجوانب الأخرى. ما وجدنا في منطقة الضلوعية أفضل من الأستاذ عمار يوسف حمود بأنه يرعى منطقة الضلوعية، رعى الشباب، رعى المعوقين، رعى المرضى، رعى، هذا دور إلى مميز وموشود.